طلبي من البوتيكات لأن اللي عندي خالصين في الصالون، ما أحب أجيبهم البيت، أخليهم في الصالون موجودين، لأن ساعات أغسل شعري في الصالون فأحتاج شامبو يكون نفسه، فتار اللي في الصالون في الصالون، في البيت في البيت. طلبت واحد من البوتيكات وصلني اليوم، هو كامل قاعد أقول لكم يجيكم الشامبو والبلسم مع التونيك حق قطرات الشعر. أنا التونيك مالي مو خالص يعني قديم، فراح أخلي هذا عشان أريد حتى لو أخلص الشامبو والبلسم أستخدم التونيك بروحه. وهذا اللاين حقهم الجديد صار لفترة نازل، حق بنات اللي مركبين إكستنشن، حق اللي بنات شعرهم ناشف، حق مسوين علاجات كرياتين، حق إيش تبون في لمعة وفوليوم حق الشعر. معاه هذا اللي بعد هذا قبل 6 شهور استخدمونه حماية، يجنن وايد وايد أحبهم. هذولي هذا بخليه حق الصيف لما انزل بول وكذي، لان هذا حتى لما تسوي مثلا تسريحه بشعرك او مثلا تبي تسوينه وتهير لوك تقدرين تستخدمين الليب ان عادي. اوكي، وهذا اللي في البصل اللي هو يطول ويكثف ويعطي لمعه حق الشعر.